اليوم جميل وراح نتكلم فيه عن مواضيع تفيدكم، واهلا وسهلا حياكم الله. حقيقة وسائل التواصل جاء فيها المقطع حق اللي يحطون قطرات على الموية هالكواشف عشان يقول لك قلوية ولا حمضية، وانتشر واصبح شيء. يا جماعة عشان اريحكم، كل الموية الموجودة في السعودية 100% قلوية، يعني القلوية فوق السبعة، سبعة سبعة ونص، سبعة وربع، سبعة، هذه كلها قلوية، ما في جدال. معايير الاوروبية تقول الموية صالحة الشرب من 6.5 الى 8.5، ما زاد عن السبعة فهو قلوي، دمنا 7.2، وإذا كنت شربت موية 7.4 ممتاز. وراح يصلحوا دعاية الموية معينة وإنها قلويتها فوق الثمانية، ويمكن فوق الثمانية ما هي كويس. نقول 7.4 أي موية تقرأ عليها البي اتش درجة الحموضة 7.4. قاعدين يتكلمون عن الرتوش قلوية وما قلوية، وترك المصيبة الأطم اللي نعاني منها في السعودية وسوي كثير من السرطانات والأمراض اللي نعيشها الآن بأسباب المياه. في البداية كل البلاستيك وشرب الماء في البلاستيك يعتبر دخيل علينا، وأضرار البلاستيك أكثر من فوائده، يجب التنبه لذلك. هذا أول حاجة أتكلم عن البلاستيك. وتكلمنا سابقا أن أي بلاستيك يرتفع درجة حرارته عن 35 أو يتجمد تتحرر مواد من البلاستيك تدخل في الماء، وهنا الخطورة المسرطنة. كل عبوة بلاستيك يجي داخلها مثلث أسفلها في الأسفل تشوفونه تحت مرقمة من 1 إلى 7 أو فوق 7، وكل رقم له مهمة جدا لازم ننتبه له. يعني احنا تجار البلاستيك في العالم، والبلاستيك هذا اذا دخل في صناعه المياه قد تتحرر بعض جزيئاته عند درجه 30 مئويه او 40 او 50 او 60 وتنزل في المويه ونشرب. وهذه المواد المسرطنه او المواد اللي تدوب في المويه اذا شربها الانسان تسبب سرطانات للنساء، ويسمون الزيستروجين اللي هي الماده اللي تدخل حتى تسبب بروستاتا سرطان، واثار كثيره جدا بسبب يعني انت مويتك ممتازه تاخذ علبه بلاستيك لكن نقلها جاء من هناك الى هنا درجه حراره 60، تحفظ في مواقع درجه حرارتها عاليه. يعني أنا أقول للشباب اللي قالوا القلوية، كل مياهنا قلوية. حنا نتكلم عن ضرر البلاستيك إذا في المية البلاستيكية، هذه كارثة علينا. نتكلم عن الأملاح، نتكلم عن المنقيات اللي تستخدم في تنقية المياه، يعني زي مثلا مادة الأوزون مع البرومات، تكون مادة البرومات اللي يقفل فيها 10 مصانع في السعودية عشان زيادة البرومات. البرومات هذه إذا زادت عن 10 ميكرون تعتبر مادة غير جيدة. كان عندنا 30 ميكرون، 40 ميكرون، 50 ميكرون في المياه، دوب التصنيف وصل من سنتين وهلم يعني. ولذلك مصائبنا ليست في القلوية، مصائبنا في البرومات، مصائبنا في مواد الحفظ وإبعاد البكتيريا والفطريات، مصائبنا في الألترا فايلت، مصائبنا في الأملاح، في الحموض، مصائبنا مثلا في البلاستيك اللي قاعد نحفظ فيه. ما جربها في التاريخ انك تشرب مويه في بلاستيك الا في 30 سنة 40 سنة الأخيرة. ولذلك احصل عبوات بلاستيك ما مكتوب فيها رقم واحد تدور مرة واحدة وغير صالح اصلا تستخدم مرتين، ولذلك استخدامها مرتين كارثة. في شيء زي رقم 2، هذا في رقم يعاد تدويرها المواد ثانية، رقم 3، رقم ودي أحصل علبة موية رقم 7، يعني تستخدم أكثر من 30-40 مرة مثلا، وإذا رفع درجة الحرارة عليها ما تتأثر. وبناء عليه أخطر مليون مرة من الحموضة والقلوية اللي هي البلاستيك والبرومات اللي قفلت فيها مصانع كثير في السعودية وكيف. وعليه الحلول هي علبة مجازية، لكن نوفا نصابين وعفوا في الكلمة، عبوة النوفا الصغيرة 250 ملي يبيعونها بريالين ولا بريال ونص، حرام، ومثلها عصير بريال. يعني كفى استغلال المواطن المسكين. نزلوا الموية بنص ريال وتكون زجاجية وتكون معبأة وبعيد عن البرومات وبعيد عن المصائب اللي قلتها لكم.